السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية الموصلية، معكم سلماسي في برنامجكم مساحة حرة. طبعا اليوم لدينا موضوع مهم جدا يمس الشارع العراقي وأيضا حتى الشارع العربي، هو التداول الإلكتروني بالنسبة للأموال. الفوركس هو شبكة من المشترين والبائعين الذين يقومون بتحويل العملات فيما بينهم بسعر متفق عليه، وهذه الوسيلة التي يحول بها الأفراد والشركات والبنوك المركزية عملة ما إلى عملة أخرى. أكو واحد ما أتذكر اسمه دكتور إيه؟ أبو مختبر إيه؟ شدتين منزل بهذا البرنامج وخسران. وقالوا له راح نعطيك شدة زيادة. زيادة ونزل شدتين وراح يسحب. وراد يسحب ماكو، قفلوه من الخميس الماضي، ما هذا الخميس اللي قبله، قفلوه البرنامج وراحت فلوس العالم. اليوم نحن الجهات الأمنية أصبح هناك بعض البرامج المتطورة تملكها أجهزة في العراق يطيق يتبع الاي بيات الخاصة بالبرنامج والقبض على من احتال على أبناء مدينة الموصل. أنا من مقامي وناشد الجهات الأمنية الأمن الوطني أن يتبع هذه من قام بالضحك على أثقان ناس يجوز لهم نية، يعني لا ما عندهم ثقافة الخاص بالتداول الإلكتروني، التداول الجديد. بس البطالة هي اللي عاد تعمل هذه المشاكل وعدم التوظيف وعدم وجود باب رزق لهذه الشريحة هي اللي تدفعهم إلى أن يتعاملون بهذه البرامج ويريدون يعني مثل ما قلت الربح السريع وبأن يكونون نفسهم بسرعة. وأولا أكون نقطة مهمة، المواطن ما عنده ثقة بالدولة، هاي نقطة مهمة جدا، يعني ما عنده ثقة خاصة بالبنوك مصارف، يعني التعاملات البنكية والمصرفية ما عنده ثقة مواطن عراقي، خاصة يعني الدولة ما يعني ما تنطي ضمانات المواطن. كثير من الشباب جاءوا وسألوا عن هذا البرنامج، سألوا عنه عن شرعيته وعن حكم التعامل، وأنا شخصيا جاوبتهم بينتم أن الحكم الشرعي في هذا البرنامج الإيرسبيس أنه غير جائز شرعا